الجزء الثاني وبنقدر نطلع نسرق اشتر جناديس تبيات وبس مش هذا ممتع. ماي كرافت طلع اليوم شباب. ماي كرافت ايش بقعد قاعد اتكلم كل شويه شويه. انتوا بلاحظين شيء انه جبتي على فران وظبط وضعي انت؟ والله بعض الناس حرفين يقولوا والله ذو بنجب معدوم وتكثير ومر. شفت كم اثنين ستاك ستاكين ثلاثة أربعة خمسة إمرولدة قصب سكرة. اليوم راح نحاول نجيب يعني موارد حديدية كذا دايموندية وكمان بناء البيت شباب. أوكي هذه مرة تكفينا بزيادة. بسم الله خلينا نبدأ بناء البيت. راح تكون زي كذا ما راح أخلي البيت كله. أوكي فشباب راح أخلص البيت ونرجع لكم. شوية نروح نجمع ما دايرن وخليكم معايا وخلينا نشوف كيف لطيف جميل ونروح نجمع منه ايرون. انا شوف انا معي 6 ايرونات كذا بس ما عندي اشياء. بروح اجمع ايرون برد عندي والله بيجي الليل. خليني اغسل لي والله كافن. اوكي كافن جميل جدا. اوكي ما بخاطر ما ابغى اخاطر. الله شباب الله باين الكول مرة كثير. حلو حلو دورة كمان 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 زيادة خلصت. طب سؤال وإجابة كيف حطرة؟ الله شباب كيف حلو بس ما بغامر. أنا لا أحب المغامرة. أوكي في كول أنا راح أسحب الكول كالعادة. أو دحين هدفي إني أجمع حديد. فجأة جد الخفاش يا أخي كول كول ما نبي كول ادوني شيء جديد. الحمد لله أيرون أيرون والله شباب الرزق أنا الرزق الرزق جانا. لا بكاكس بكاكس راح ينكسر شباب. ما نخاف من شيء واحد ما معي لا كرافتنج تيبل ولا افضل ولا اي شيء. فشباب برجعنا في امان الله وبدري كيف البكاكس ما انكسر الله اعلم. بقفل مناطق شباب وبرجع. طيب هذه خليني اقفل معاكم يلا. بابا راح نقفل اي منطقه زي كذا ان هذه تسبب المشاكل. شباب اليوم بإذن الله راح نحاول نسوي مزرعة وخلاص البيت نسوي مزرعة. بسم الله يا شباب نبدأ تحفير. أول ستاك أول ستاك راح نجمع ستاكين ونرجع لهم. والله شباب لو هذا على طول ينكسر راح نجلطه. بس معي 5 ايرونات نقدر نسوي اللي نبغاه. يلا ننزل الشعب ونرجع لكم. المكان المناسب يعني للدرب. زرقينا كيف يا حظ؟ اتوقع راح الاقي كيف لانه في كيف كيف قريب مني. عادي 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 عادي. سمعت هذا؟ والله هذا لسه باقي حبه. اوه خلصته. يلا شباب خلصوا القزاز ونرجع لكم. عشان اليوم ليلتنا طويله. يا شباب خلصنا القزاز كله. كل القزاز. مدخل البيت راح يكون بخلي مكان البيت مكان باب استراتيجي كذا. بحط باب البيت هنا 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 مكان بس ما راح تعرفون زمينة هنا كذا كذا زمينة راح تكون. شباب رجعنا لكم جمعنا 47 خشبة يعني على القليل عارف بس يعني هذا اللي قدرت اجمع. بسم الله شباب راح نبدا نسوي بس اول شيء خلينا ناخذ دات ستاك. بسم الله نطلع فوق. بسم الله اكثر شيء متعب اني ما اقدر اسوي الحركه ذي كلها بسرعه لانه سويتها راح يتخبص كل شيء. اهم شيء يكفينا ما يخلص لو كفانا شيء مره بيرفكت. أتمنى كفينا أتمنى كفانا كويس مرة. فيا شباب خلصت وطلع معانا هذا المنظر والله فخم مرة حلو. طيب دحين ايش راح نسوي؟ راح نطلع فوق نسوي سقفية. السقفية راح تكون صعبة
لأن في بالي 6 فيود مرة صعب. اوكي يا شباب كذا 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 هنا 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 هنا, هنا. بس منين شوية فاي شباب مستعدين تشوفوا البيت؟ خلاص انا اقوم قبل ما اوريكم لا تنسوا لكم اشتركوا على القناة تبيات بس شوف البيت. Oh my god الله يا شباب سلمان تعطي الوضعية هذه. يا شباب البيت مرة حلو شوف الزاوية هذه الله البيت جرى سنة. خلينا نوريكم من جوا طيب بسم الله الأرضية يعني مو معتدلة بس هذه قزاز لأن هو لسه فوق بتشمع وشمع البيت لسه ما شمعنا. وهنا حطينا مواردنا أغراضنا وأكلنا كل شيء غير حقتنا. وهنا صندوق فاضي لسه وكرة نجيبه لو أسريري عشان أنام فيه. طيب شباب دحين خلينا أول شيء نقول هذا. وهنا ما أقدر أوكي عشان فرون بخلي كسر راح أسوي له زاوية هذا راح أحطه فين راح خلينا نحط هنا واحد وهنا واحد. طيب هنا يا شباب راح نحط الكل هنا الكل يعني طبعا يا هنا راح تشوفون بسكاتة بالاستاكات يعني قريبا يعني اشياء كذا ورقات وصندوق برضه راح يكون فيه استاكات. طب الحين نبي نسوي مزرعة عشان نضمن اكل لا نهائي. دحين شوف لنا اوكي هنا كويس. طب خلينا ناخذ الماية ناخذ رمان من هنا من عند المزرعة يعني. اول شي نبي نسوي ماء لا نهائي. طيب نسوي حفرة هنا. طيب يعني حبة دحين نجيب واحدة هنا اوكي كويس هنا ماء لا نهائي. دحين راح نضمن نسوي المزرعة طبعا المزرعة تكون يعني شوية كبيرة من هذا الحد كويسة اوكي تعتبر كويسة يعني في البداية بس كذا. طبعا انت تقول بس زي كذا لا لا يا حبيبي حلو الربح احتراف. طبعا يعني مو لازم نسوي كذا بس لازم يعني عشان نكون وضعنا متوازن. اوكي ظبطها دحين وضعنا في السلف في المزرعة. ايش رايكم نسوي زيادة؟ يلا نسوي زيادة ليش لا؟ طبعا عندنا قد الارض. طيب ابي اسوي مزرعة خضار. طيب اول شيء اكيد على القمح فانا بروح اجمع قمح من هنا. انا عارف انه في مزرعة قريبة من بيتي بس لازم اسوي مزرعة لازم. طب هذا الآلة أحتاجها أنا معليش أراعي المزارع بس أحتاجها بحطها عند بيتي. الله بحطها هنا يعني إذا احتاجنا عشان إذا نبى نسوي كذا وكذا. ألو إيش فيه اصبروا جنب بعض. طيب أنا هذه ضمت نفسي فيها دحين أبى برضو بهذا أحتاج ذي مرة ندور لنا ناكل ثاني عادي. حصان 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 تعال 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 والله شباب اذا وصلت المقطع هذا 20 رايك لايك راح ابو الحصان ذا راح اربيه وكمان الحصان على الاقل هنا بس راح اسوي مزرعه حصان حصان مزرعه حصان. بس اذا وصلت المقطع هذا 20 لايك وراح اجيب واقدر اركب 20 حصان اجيب لكم 20 حصان والله وكمان قدامكم في مقطع خاص اسوي لكم اللي تبوه. اكتبوا لي تحت التعليقات تبوا الفكره ولا لا كيفكم انتم.
فيا شباب مستعدين نشوف المزرعة في الليل وبيتي في الليل؟ بسم الله. طبعا سمعت المنطقة دي. شوف يا شباب فخمة مرة فخمة. المسمى ما أقدر ما راح أقدر أسويه اليوم، وكل الحلقة الجاية قبل الحلقة الجاية. وبس أتمنى تكون مقطع نفس اللي اشترى القناة جيست بيت ونفس المزرعة. المقطع الجاي يعني ممكن أنزل مايكرافت، ممكن لا، احتمال 50% مايكرافت 50% لعبة ثانية تختار. فقبل ما نقطع على السلك اشترى قناة جيست بيت وبس. سلام لي كما كل الناس كانت راسك سلم لي. We'll be right back.